فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من الشباب اعتكفنا في المسجد الحرام في مكة، وكان هناك زحام، ولعدم توفر أماكن كثيرة حجزنا مكانا في المسجد ثم ذهبنا إلى الفندق لأجل الأكل، فهل فعلنا هذا صحيح ومشروع؟ قلنا: ما الاعتكاف الجماعي ما هو باعتكاف لا في المسجد الحرام ولا غيره، يعني المسلم يخلو بربه، يكون وحده يعبد ربه ويذكر الله، أما الجماعي تجتمعون جميع هذا ما له أصل. نعم. وعلى حسب الشرط، إذا شرطتم أنكم تطلعون للوجبة ما يخالف. نعم.